وعنده تجربه يعني في مقاطعات وشاء الأقدار يعني بعد يعني التعامل ما بين الأحزاب في نطاق التنسيق، وخاصة ملي من بعد انتخابات ديال المستشارات والمستشارين اللي في هذا المنبر تنهنيو المواطنين وتنشكر المواطنين على الثقة ديالهم اللي حقيقة كانت جد مهمة، ولو للأسف كانت واحد نسبة مئوية ديال العزوف يعني مقارنة بعد المدن أخرى 28%. حنا كنا دائما تنناضلوا تنشجعوا المواطنين والمواطنات وخاصة الشباب باش يحاربوا العزوف، ولكن بالتالي يعني عامة فاس في الجهة وفي المغرب يعني تقريبا 50.5% أو تقريبا 51% راه جد مشرفة، تقريبا واحد 10 أو 12% حتى 15% يعني أكثر من 2016. مرة أخرى تنجدوا الشكر ديالنا للمواطنين اللي زرعوا فينا الثقة، وكان تشاور اللي بدينا فيه 4 ديال الأحزاب اللي هو الأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي يعني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وخاصة تبقى التخوف ديال المواطنين أو ساكنة فاس خاصة وساكنة المغرب داخل المغرب وخارج المغرب بالعموم، لأن كان عندهم تخوف ربما العمدة السابق ما قبل العدالة والتنمية اللي هو احنا فاهمين وكل شيء فاهم يعني كيفاش كان مشى يعني وكيفاش داك تبديل المال العام وهضر المال العام، وكما تنقولوا دائما ما قدوش الاحياء كملتها بالاموات، يعني في اللوتيسمون ديال طريق صفو ديال 13 الدار اللي داك السيده داتو المقبره وردوا يعني ورد المقبره لوتيسمون، ما قدوش حتى واد فاس يعني بغى يدير البحر فاس، ما قدوش حتى توريفيل يعني قلعة عام باريس وكذا، هادشي في نطاق دائما الهضر المال، يعني الهضر المال ربما نسبيا او اسراف او تصريف بعد النسبة مئوية ديال المال تتكون من تيكون واحد الفائض، ماشي فاش فيها واحد 160 او 170 مليار ديال الديون وما تخليش الناس كذا. واليوم اللي جينا يعني جاوا بعض الناس ديالكم وتيديروا مشاكل مناوشات كبيرة اللي تيهضروا بان عدم تطبيق الديمقراطية، اش من نوع ديال الديمقراطية علاش تهضروا؟ يعني الديمقراطية الحقة هي اللي جاوا هاد الأحزاب بتنسيق وبطلب برغبة مع المستشارات والمستشارين والمواطنين من أجل إيجاد أو تكميل حلول لهاد المدينة اللي هاد المدينة ولله الحمد ها هي بكل صراحة، يعني ما بقاش داك الاسم المشكل اللي كان تيتقال عليها. المشكل اللي كان فاس كنقولوها دائما هو مشكل اقتصادي اجتماعي، اليوم الأمانة في الله سبحانه وتعالى يعني وبالثقة، وأنا تنقول مع الأخوات والإخوة أنا عندي كامل ثقة وجد جد متفائل إن شاء الله بحول الله باش بهذا المنبر مرة أخرى تنستغل الفرصة وتنطلب من المواطنين اللي هاجروا فاس من أجل الربح السريع واللي صابوا مشاكل، أنا داك الوقت يقول لك مشاكل نقابية وقائية حق دستوري أنا ماشي ولكن في نطاق الامور اللي انتاجيه اللي هي بروديكتيف اي كونستركتيف ماشي ديستركتيف، ماشي تسلس تجي لجا شي طلب كبير للمعمل وتجي لباب المعمل وتقول لهم الا جيتو نضربكم وديروا امور اسلوب اللي كان تداول بها في عهد داك يعني داك العمده السابق. اذا حنا مع الانتاج في نطاق لا بروديكتيفيتي، في نطاق الانتاج، في نطاق الانتاج ما غادي يمكن له يكون الا في نطاق تشجيع الاستثمار، وتشجيع الاستثمار ما غادي يمكن له يكون كما تنقولوا دائما الا بتسهيل وتبسيط وتسريع المساطير الاداريه. انا تنستغل الفرصه اليوم تيقول لك المراكز الاستثماريه، المراكز الاستثماريه اليوم تدير بالبلاتفورم، وحتى بالبلاتفورم بالطرق الحديثه خصها تمشي تدريجيا تبقى على العقليه ديال المواطنين، يعني داك المواطنين توالفوا بامور سنين
وحتى لمشاو بلاتفورم الطرق الحديثه اليوم يعني خص السرعه في الانتاج. يعني الا كان غادي يقولوا اسبوع ولا اسبوعين خصها تطبق، ولكن في الواقع كما خدينا التجربه في ابو ظبي في دبي وبعض الدول الاخرى في نطاق تطبيق الشباك الواحد اللي تيديروا له الدعايه، شمن شباك واحد هذا؟ شمن كيشي اونيك هذا؟ كيشي اونيك شباك واحد راه تيدار بسرعه طبق بلو جور جي بالنهار في نهارو. يعني تي جميع المسؤولين الاداريين لا من المستشارين ولا من العماله ولا من المركز الاستثماري ولا من لي سابور بومبي، جميع الادارات المعنيه بالامر، وتتعطي يعني في ذاك النهار تتقول خص تصلح هاد الامور، خص تصلح هاد الامور، تتسهل الاموريه على ذاك المستثمر باش يمشي يدير الاصلاحات ديالو في سرعه البرق، باش يمكن له ياخذ يعني رخص في سرعه البرق. وهنا كيما تيديروا بعض الدول اللي ناتجه ومنتجه ورقيه، وعلى راس الدول اللي تتشجع المقاولات الصغيره والصغرى والجد الصغيره، اللي هي من اوائل يعني من اوائل يعني الاسبقيات اللي خصها تعطى لها اهميه، ما بالك حتى في الطبقه المتوسطه. الطبقه المتوسطه في القوانين اللي دازت البرلمانيه يعني هي اللي تسنات، لان الطبقه المتوسطه الاغلبيه السائقه تاخذوا لها الضرائب ديالهم نصهم، وبالتالي الحياه المعيشيه غلات والمداخيل بقات ستاغني. انت هي من اوائل الاهميات اللي خصها تعيد النظر ديالها، فاس مكناس خاصه السميح وفي المغرب بالعموم. إذن ملي تنشكوا هاد الأمور كلها وما يمكن لها تمشي إلا بتشجيع وتسريع المساطير الإدارية كما تيديروا تاع الطرق الأنجلو ساكسونية، تنقولها دائما تايم إز موني، خصها تطبق في هاد الطرق باش يمكننا نمشيو لقدام. إذن إلا جمعنا هاد الأمور كلها ودينا خلاصة القول، يعني ما غادي يمكننا بالقول الفاعل، يعني ماشي غير بالقول السياسة أو تطبيق السياسة السياسوية أو بالدعاءات السياسوية. يعني كل حزب من الاحزاب راه تيقول لك بان التشغيل والصحه والتعليم، اذا هذه من الاولويات ديال كلها، ولكن الواقع ما يمكن هذا الشيء يطبق الا بتسهيل المساطير في نطاق تشغيل الاستثمارات باش يمكننا نحاربوا البطاله. شوف هذا ربما سؤال ذو حدين، لان ما غادي يمكننا شيء نديروا لافوكا ديال أو نكونوا ضد شي ناس. يعني في العموم يعني دابا السؤال ديالكم على فاس، على فاس وجهة فاس مكناس ربما المغرب ككل، ولكن أنا في نطاق فاس. شوف السياحة كنقول دائما مرتبطة بالصناعة التقليدية، والسياحة مرتبطة بالنقل عامة والنقل الجوي بخصوص. يعني ما غادي يمكنش يعني أي، وأنا هنا بهذا المنبر غنعترف بواحد الاعتراف مستقبلي ان شاء الله بحول الله، يعني ما غادي يمكنش المجلس البلدي يطبق شي امور من اجل تسريع المساطير الاداريه بدون تعاون مع المسؤولين عامه او الوزارات، احنا محليا المسؤولين والوزارات عامه. ان كما قلت قبيله في نطاق الاستثمار والتشجيع في نطاق يعني محاربه البطاله بالواقع الملموس، ماشي غير بالمناطق السياسيه او السياسويه. الى ما كان جميع الادارات والمسؤولين زائد المستشارين المنتخبون، راه المنتخبون ما غادي يمكنهمش. وهذا هو السر اللي بغيت نقول لكم، راني تنطلب من الله سبحانه وتعالى يقدرنا على المسؤوليه، لان ما عمري دخلت في نطاق السير، واليوم نزولا على رغبه المواطنين ونزولا على رغبه بعض المستشارات والمستشارين، قالوا لي تحياتك كلها مضحي الفاس، خصك تكمل التضحيه، ورغبوني باش نترشح للعمده. قلت لهم انا بكل تواضع بكل صراحه، يعني الموقع ديالي كنت نكون نقبل نكون عمده ونسلم امريه الفاس، لان المواطن والراغبين تيقول لك خصنا واحد المستثمر اللي عطى مثال نجح، يعني موديستومون بارلون نجح في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحتى نسبيا في الحياة السياسية، واخا يعني تطبيق السياسة مع الاقتصاد يعني هي الناجحة لبعض الدول اللي هي ناجحة، ولكن في نطاق تطبيق الواقع الملموس. إذن حقيقة ضحينا ما فيه الكفاية، ولكن طبقا للدستور الجديد باش نجيكم بكل صراحة وكل وضوح، يعني ما يمكنش تكون عمدة وتكون برلماني.
ولكن انا تنشوف راسي يعني باش غادي يمكن لي نحامي على فاس خاصه وفاس مكناس وعلى المغرب ككل كممثل الامه، تنشوف راسي كبرلماني بكل تواضع، لان تنتبع القوانين وخاصه المشاريع القانون وعلى راسها الماليه اللي تنبقاو فيها حتى الجوج حتى الصباح في واحد العدد ديال الوقت هذا باش يمكننا نساعدوا المدينه فاس. اليوم برغبه من المواطن والمستشفى باش ما نطولش، دخلت للسير نزولا على رغبه المواطنين ونزولا على حتى الادمغه ديالي بسيشيكمون، يعني ما غادي يمكن لكش تضحي وتكمي التضحيه الا اذا كنتي في التسيير. ولكن ولله الحمد دخلنا للسير وتنطلبوا من الله سبحانه وتعالى ان نجحوا في التسيير، ولكن اكونديسيون ثلاثه المرات الا كنا جميع الادارات غنخدموا جميع. الاضافه ها انت دابا السؤال في حد ذاته عطيتي واحد النسبه ديال الجواب فيه، لان ملي تتقول المحامين وتقول رجال الاعمال ورجال الاقتصاد ودكاتره وناس سياسيين، اذا ها انت جاوبت، ولكن كتكميل الجواب ديالكم يعني هاد التكميل ديال هاد النخاب نساء وجوه ورجال، انا جد فخور بهاد الناس وجد يعني اوبتيميست، ان شاء الله غادي يمكننا جميع نديروا شي حاجه، ولكن ما غادي يمكن نديروا شي حاجه وتطبق اللي غادي يمكن له يدار حتى غادي نمشيو في نطاق التسيير، وتنطلب الله سبحانه وتعالى يوفقنا لما فيه الخير باش يمكننا على الاقل نعطيو واحد النسبه مئويه اللي غادي تكون مقبوله من اجل تضحيه الفاس كي تنقولوا دائما، ومن اجل رد الاعتبار لهذه المدينه، وهذه المدينه تستاهل رد اعتبار لها، لان الا شافوا مستثمرين اللي هما غايرين تيستمروا وتيردوا الثقه، راهم ذاك المستثمرين اللي خواو المدينه غادي يرجعوا. ودائما تنادي في كل التدخلات ديالي تنقول لهم رجعوا لفاس، لان غادروا فاس لمدن اخرى من اجل كما تنقول الربح السريع من بعد الدراسات، الا ما كانوش تيسيبوا الربح 200 300% اسيري باش غادي يمكن لهم 300%. 100% تتكون المصاريف، 100% تتكون راس المال، و100% تتكون ديال الربح اللي فيها بعض المصاريف اللي هي الضريبيه وغيرها. إن هذا هو باش نفسر لكم ونفسر للمواطنين علاش 300%، لأن هذا هو الحساب ديال 300%، راه ماشي 300% ديال الأرباح، 300% ديال لاسيرونس بأن غادي يمكن يخرجوا. ولهذا علاش ما كانوش تيستمروا في فاس وتيصيبوا صعوبات لا إدارية ولا غيرها، ولكن اليوم لا سهلنا المساطر الإدارية، ولكن المرة الثالثة والعشرة والعشرين دائما جميع المسؤولين يسهلوا لهم اموريه، لان المستشارين او منتخبين بوحدهم ما غادي يمكنهمش يعطيو الاكله، وما تعطاش عليهم اللازم بان هما ما قدوش يديو الواجب او يديو الواجب طبقا للتعهدات اللي عاهدوا المواطنين فوق الحمله. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.